اللقاء او الميني ماتش اللي احنا بنشوفه لاول مره في تاريخ الكره المصريه. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ منور. هارد لك النهارده؟ الحمد لله. والحقيقه انا عجبني تصريح حضرتك بعد قرار لجنه المسابقات باستكمال اللقاء ان انت عندكش مشكله، المهم مصلحه الكره في مصر. مظبوط. طيب النهارده في مصلحه سموحه اللي الماتش ولا مش في مصلحته؟ لا هو مش في مصلحه سموحه طبعا، بس احنا غلبنا المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. بس انما هو مش من مصلحه سموحه، يكفي ان هو حدث اول مره يحصل في التاريخ في الكوره، من اول ما الكوره بدات لغايه النهارده ما حصلش حدث زي ده على الاطلاق يعني. صحيح. وبعدين بعد ما اعلنوا القرار رجعوا غيروا القرار، بس خلاص احنا قبلنا. احنا قبلنا، وكتر خيرنا ان احنا جبنا جون في الظروف دي. 10 بيلعبوا قدام 11. يعني هل المهندس فرج عامر وهو بيتفرج على الماتش حتى كنت في الاستاد ولا لا؟ ما رحتش. يعني ما استغربتش كده ان البدايه بتبقى بالشكل كده؟ اول ما دخل الجون الاول هنا قفلت التلفزيون. بصراحه يعني حسيت يعني ايه، يعني خليط كده من الاحاسيس، بس خلاص مش مهم، احنا خدنا قرار ان المصلحه العامه اهم من المصلحه. هو كلنا لاول مره يعني بنشوف ان في يعني مباراه بتبتدي برمي التماس دي، فدي كانت غريبه. ما انا بحكي لحضرتك. ما انا بقى، وبعدين بشوفنا كمان ان القوه القاهره تتحول لحاجه تانية. بس خلاص. بس احنا خلاص، لكن احنا عشان نتفادى اي مشاكل ونتفادى اي شيء، احنا ايه فضلنا ان احنا ايه المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، وقبلنا بقى بحكم ربنا وخلاص. طب وفوضنا امرنا لله. يعني فكره، واللي يمكن شفناه قبلها بيوم يا باشمهندس امبارح، ان بيراميدز كان بيقول انا يعني مش موافق على حاجه زي كده، وكانه لعب اللقاء الحقيقه. هل لو كانت النتيجه مغايره كنت تتوقع ان الامور تختلف من خلال نادي بيراميدز؟ والله بص انا اتكلم عن نفسي. انا سلمت امري الى الله، احنا سلمنا امرنا الى الله. وارتضينا بما رضى الله لنا به. خلاص وعوضنا على الله. بس وإذا كنا إحنا مظلومين ربنا يعوضنا. جميلة يا باشمهندس. بس كده. جميلة يا باشمهندس والله. ده أحسن حاجة، لكن أنا مش هدخل بقى في حضرتك إن أقول فلان قال ومش فلان. يعني خلاص حضرتك ارتضيت بالنتيجة خلاص النهاردة. خلاص أنا ارتضيت وعوضي على الله. وعوض المجهود اللي إحنا بذلناه، والمجهود اللي بذله المدير الفني واللعيبة ومجلس الإدارة والإداريين والنادي كله، عوضنا على الله بس. حضرتك كنت هتصعد للمركز الرابع لو كنت كسبت النهارده. هنعمل اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ما انا يعني هعمل ايه بحضرتك؟ هتكلم اقول ايه؟ ما برضو الجون كان لي عندي ملاحظات، مش انا بس، مصر كلها ليها ملاحظات عليه، والطرد له ملاحظات عليه، لكن احنا فوضنا امرنا الى الله. الغريب ان حضرتك ما قلت لي ان انت ما كملتش الماتش يعني بعد الهدف الاول. والله ده اللي حصل. انا انا راجل صريح يعني، حتى يعني ما تابعتش امور التحكيميه. لا ما تابعتش. بعد كده لقيت ان احنا جبنا جون، قلت والله برافو. انت ناقص 10 صح؟ طبعا برافو. دقيقة 90. نعم. وانت ناقص 10 برافو طبعا. طبعا. وناقص مش واحد بس، ده حارس المرمى ده نص الفريق. صحيح صحيح. طيب باشمهندس، وبعدين انا بقى ليا كلمه عايز اقولها لك. اتفضل يا باشمهندس. المعلق هو راجل محترم. بس مش قادر اقول لك، كان هو مشجع لبيراميدز. اولا بيراميدز فرقه في الدوري المصري، واحنا في الدوري المصري، واحنا كلنا متساويين في الحقوق والواجبات. انا انحاز لما يكون منتخب القومي بيلعب، انحاز لما يكون فرقه من مصر بتلعب فرقه في على بطوله. انما اعمل اللي هو عمله ده مع الاحترام له، دي انا ما شفتهاش. انت كنت حاسس ان هو منحاز لفريق بيراميدز النهارده؟ اسمع سيادتك قول. اسمع سيادتك وشوف. اسمع حضرتك وشوف. طبعا الكلام ده طبعا حضرتك انت بتعمل كده احباط للانديه. مفهوم يا باشمهندس. هارد لك يا باشمهندس، هارد لك النهارده، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. عندهم ماتش مهم برضه نادي سموحه امام ام بي في المباراه القادمه. بشكر باشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، شكرا جزيلا طبعا.